عملوا الحارة الشرقية والحليم السعدية بالغزة الثانية. جينا من الحارة الشرقية من تحت مشي لنا ساعة بنمشي. يعني اخلكم البيوت حكولكم اطلعوا دبروا حالكم. هينا على فيض الرحمن ماشيين. جابر ابو ريا من الحارة الشرقية جنين. اللي صار انها كان صار لهم يومين متمركزين عندنا في قلب الدار وحاشرينا كلياتنا في قلب غرفة واحدة شايف علي. والفش عندنا لا مي لا كهرباء شايف. اليوم ردوا جابوا لهم دعم اكل وقالوا لهم بلغوا كل الناس اللي ساكنين بهاي العمارة خلوهم يطلعوا اخلاء شايف علي. وعلى اساس يعني احنا شغلتنا بجزء تطول وطلعونا. وهي لي تقريبا ساعة بمشي تمني وصلت لعندك هون. كيف الوضع جوا؟ الوضع صعب كثير. كناصات كل عمارة في الحارة الشرقية فوق كناص. أي شيء بشوفوه ماشي بالشارع بطفوا عليه. حدا حرك برداية بطفوا عليه. ممتلكات السيارات كلها تدمروها. الجامع خالد بن الوليد اللي بحدنا هذا كلها تهدوه بالجرافة على سبة إنه كان فيه ناس مطالب. طبعا في الجامع كانوا يعملوا عمايل يعني أقول لك الواحد قلبه أتقطع من الأشياء اللي شافها اللي عملوها في قلب الجامع. عملوا الحارة الشرقية والحليم السعدية بالغزة الثانية. عن جد يعني منظر سيء جيد. الحمد لله رب العالمين. إن الله كاملنا بالسلامة أهم شيء. راح للسيارات وراح دور راح كل شيء. الحمد لله رب العالمين. هينا. زي ما أنت شايف هاي المنظر شايف هاي. شاردين منظور مشرد يطلعونه منظورهم. ما ضلش مكدبه يعني. التلفزيون العربي.